النبي عليه الصلاة والسلام أيضا حتى في ركوب الإبل يقول عليه الصلاة والسلام: إذا سافرتم في الخصب، يعني إذا كانت الأرض خصبة والمطر نازل ومريئة بالزرع وكذا، فأعطوا الإبل حظها من الأرض. البعير يمشي ويشوفها الخضار وده يرعى، فأنت لا تشد على البعير ظلك ماشي ماشي، طيب له مشاعر يشوف الخضار ويشتهي الطعام والمرعى، أعطوها حظها، وقفوا كل شوي خلوها ترعى تشبع. وإذا سافرتم في السنة، السنة يعني في الجدب، إذا سافرتم في الجدب يعني في السنة، فأسرعوا عليها السير، لأنها تبغى تقطع المسافة حتى تقف في مكان وتأكل. فهذا أيضا من ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في التعامل معها. لا يجوز إيذاء الحيوانات، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن توسم في وجوهها. الوسم تعرفون الوسم أكيد، هو علامة توضع على البعير ليعرف، يصير واحد عنده 10 من الإبل، 20، 30، 100 أو قبيلة معينة، حتى لو البعير اختلط بغيره أعرف هذا بعير بالحديد، ويسمونه يحطون وسم معين، علامة ولا رقم ولا شيء، يعرفون هذا وسم آل فلان. أيه أحسنت، العم يقول كل قبيلة لها وسم معروف. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسم في الوجه، شوف احترام، حتى احترام الدابة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسم في الوجه. وكان السلف رحمهم الله تعالى يراعون مثل هذه المشاعر. ابن القيم رحمه الله ذكر عن جمع من السلف أنهم كانوا إذا جلسوا للطعام ورأوا هرة تحد النظر إليهم، تنظر إليهم، أنهم كانوا يلقون إليها شيئا ويقولون: إن لها عين، أنها قد تصيب بالعين. فعلا الناس قاعدين يأكلون وشيء ينظر إليهم وهو جائع أشد الجوع، ما يضرك أنك تأخذ ولو من بقايا طعامك وتعطيه له، تعطيه بأسلوب مناسب، لأنه أيضا إذا رميته في التراب يمكن ما يقدر يأكله، لكن يعطى بشكل مناسب يستطيع أن يأكله به. هذا أيضا مما يتعلق بالتعامل معها.